إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ هشام هاشم. اليوم إن شاء الله سوف نجيبكم على السؤال الذي هو: لماذا تظهر مساحة بين المشاركات؟ يعني مساحة بين هذه المشاركة تكون بقياس 90 في العرض، تكون بهذا القياس. مثلا تخيل معي أن هذه المشاركة الأولى والمشاركة الثانية يكون هذا القياس، تمام؟ هذا القياس الذي يكون فراغ بينه وبين المشاركات، تكون الأولى هنا والثانية هنا والثالثة، تكون ثلاث أماكن. فحل هذه المشكلة فهو بسيط جدا، وخصوصا لأصحاب التي تقوم بتقديم طلب لأصحاب الأدسنس. فمباشرة بعد ما تقوم أدسنس بالموافقة على حساب فقط ليس الإعلانات، تظهر مساحة مثل هذه المساحة تقريبا، نعم على هذه المساحة، تكون في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان. فأنت فجأة تجد أن المساحة بينهما ولا تعرف التصرف، فهي فقط عملية الدخول إلى الأرباح ثم تنقر على لا، لا تتركها نعم، اتركها لا. حينما تقول نعم فهذه المساحة كما ترى تظهر على هذا الشكل، فأنت انقر على لا ثم عملية الحفظ وسوف ينتهي المشكل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.